ناري ناري هنا يا وجه ها هو الزب زب غير المحصاة ها ان شاء الله بشحال سبعة ما تكتلش هنيئا للفريق الوطني المغربي بهذا الانتصار هذا اللي لاحظت في المقابلة من خلال الشوط الأول كان متواضع جدا بحكم أن الخصم لعبنا مع جوج المقابلات وانتصرنا عليهم فيهم فكانت عنده دراية بالفريق الوطني المغربي ولكن الذكاء ديال اللعابة لأن كنظن بان تعاملوا مع المقابله بواحد الشكل عقلاني من ناحيه الفيزيك لان ما بذلوش مجهود كبير فيزيكمو كانوا كيلعبوا الكره سهله والخصم حط اللي عنده في الشوط الاول وكنت متاكد بان في الشوط الثاني غادي يبان العيوب ديال الخصم وداك الشيء اللي كان بالفعل لان ترجموا عده اهداف ثلاثه وكان في المتناول ديالنا باش نكونوا اكثر والمدرب كذلك خلى المجال للعابة اللي تا هما كبار في كورتهم ولكن كاين لي بليسير اكسيتيرا فاخذ بعين الاعتبار لان المسافه باقا طويله فلهذا كيتعامل على كل مقابله فدابا حصد النقاط هو المهم وكنتمناو لهم حظ سعيد. هنيئا المنتخب انتصار يعني مستحق بعد ما سجلوا الاصابه الاولى تحروا كان واحد الفتره اللي دازت ديال الفراغ ان باساج فيد ولكن بعد مع يعني لي رامبلاسمون ودخول ديال بعض اللعابه اللي عطاو واحد الحماس استطاعوا الفريق الوطني استطاع ان باش يسجل جوج اصابات والفريق الخصم كان دائما خايف باش ما ياخذش شي حصه ثقيله داكشي باش تراجع للوراء ولقاو صعوبات ولكن مع الحمد لله اللعابة يعني في المستوى التقني كانوا مزيانين حاولوا ما امكن باش يعني يرضيوا هذا الجمهور الغفير ديالنا ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في المقابله الجايه. المقابله الاولى دي من كتكون فيها واحد الحساب وكانوا ما شادين بزمام الامور في الماتش وكان واحد الانسجام وتا لي شونجمون اللي دارت في المقابله عطات الاكل ديالها والحمد لله لا خوف على المنتخب الوطني. احسن نتيجه اللي يمكن يبدا بها الفريق الوطني هي الانتصار سواء بالطريقه وبالحصه. حقيقه المنتخب دخل في المقابله وحاول يفوز باش ما يوقعش في نفس اللي وقعوا فيه الاخطاء ديال الفرق الاخرى اللي شاركت. نتمنى من الله ان تكون الاستمراريه وان تكون الجديه لان نورمالمون المغرب راه من الناس الفرق المرشحه للكاس الافريقي وخصوصا اللاعب وناحي اللي كان لاعب يعني متميز كان لاعب متميز وكان يعني كيعطي يعني تمريرات جيده ولا بروف هو البيت اللي ماركا راه شفتوا كيفاش الطريقه كيفاش تماركات والمغرب كان خصو يبقى يلعب بحال هذيك الطرق لان الفرق الافريقيه كيكونوا كيلعبوا على الفيزيك بزاف ومني كتلعب معهم كره حديثه في الارض وكتلعب معهم هذا كيكونوا كيرتبكوا وكنتمنى المنتخب الوطني يعني حظ سعيد ويفوز بكأس إفريقيا إن شاء الله. جينا لهنا القنيطرة يعني استدعينا اللاعبين ديال الكاك واللاعبين ديال هذا القنيطرية اللي لبوا الدعوة مشكورين باش نشاهدوا واحد المقابلة. كيفاش جاتني المقابلة؟ المقابلة كانت بالفعل في الشوط الأول كانت مقابلة اللي هي صعبة لأن الفريق التنزاني كان حاول يملأ وسط الميدان وبالتالي يعني ما خلاش الفرصة للفريق يعني الهجوم ديال الفريق الوطني باش يتحكم في المقابلة. في الشوط الثاني يعني الفريق التنزاني ما يمكنش يساير المقابلة 90 دقيقة وبالتالي كان واحد العياء اللي ظهر على اللاعبين وكثرت الأخطاء والفريق الوطني يعني استطاع باش يكمل المقابلة بهذه النتيجة وتنتمنى واحد المسار اللي هو مسار يكون بالتوفيق ان شاء الله ويفرحونا كما فرحونا السنه الماضيه في مونديال قطر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس
باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.